هذه هي حال قبة البرلمان اليوم، خاوية على عروشها. جلسة اليوم حضرها 4 وزراء وبعض النواب الذين لم يتجاوز عددهم 11 نائبا، ومنع خلالها الصحفيون من تصوير تدخلات النواب والوزراء من داخل القاعة المخصصة للصحافة بتعليمات من رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي انسحب من الجلسة هو الآخر فيما بعد، تاركا وراءه 5 نواب فقط. نائب هو مرتاح لأن السلطة هي من تحتاجه، عندما تحتاجه السلطة تناديه فيأتي. أما النائب المنتخب شعبيا ويعبر عن إرادة شعبه وعن إرادة منتخبه، لا شك من أنه يأتي ويؤدي مهامه طبقا للدستور. سبب منع الصحفيين من التصوير يرجح أن يعود إلى تفادي نقل صور المجلس الفارغ أو نقل ما قد يحصل داخل الجلسات مثل ما جرى الأسبوع الماضي. وببرلمان فارغ واصل الوزراء الرد على أسئلة النواب الحضور التي تمحورت حول فيلم الأمير عبد القادر وترميم المواقع الأثرية وإنشاء الملاعب المعشوشبة ومصانع الخميرة، فيما تحاشوا الإجابة عن أسئلة أخرى. هل التعليق على استقالة النواب الأفافس؟